السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نحط التاج للسلم. خلينا نرسم سلم اركتكتشر وهقول له انا عايز ستير، وابدا ارسم الستير بتاعي بالشكل دوت، وبعد كده هبدا ارسم اهوت. طيب عايز ابدا احط الارقام بتاعت كل درجة، فاروح انا للانوتيت وهقول تريد نمبر، واروح اقول له تريد نمبر تريد نمبر بالشكل دوت. طيب لو انا عملت سيلكت على التريد نمبر دوت هيقول لي انت عايز التايب بتاعه ايه، تريد ولا رايزر، عايز الديسبلاي رول هل في كل واحده ولا الارقام الفرديه بس ولا الارقام الزاويه بس، ولا عايز اول واحده واخر واحده بالشكل دوت. طيب عايز الريفرنس بتاعي في الليفت اقصى الشمال، ولا في الربع بالشكل دوت، ولا في النص، ولا يمين. طيب عايز الاوفست بتاعه من الريفرنس قد ايه، يعني لو انا قلت له هنا خليه مثلا اقصى اليمين هتلاقيه بره اللوحه خالص. طيب المحاذاه سنتر مثلا. طيب الاورينتد بتاعي هوريزونتال او فيرتيكال. نمبر سايز ممكن تكبر سايز مثلا بالشكل دوت، تكبر خالص زي ما انت عايز. طيب خلينا نعمل ستير دائري. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل انوتيت وهقول له تريد نمبر، ونبدا نحط التركيب بالشكل ده. طيب لو انا عندي سيكشن، انا هنا في سيكشن كده اهوت، جو تو فيو، وتقدر تقول له تريد نمبر، تبدأ تحط التركيب بالشكل دوت أو بالشكل دوت.